الجامع الزيواني رحمه الله تعالى، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ محمد الزيواني رحمه الله تعالى، الذي يعني بنى هذا الجامع. وإن كان هناك من يقول لا يعلم أول من بناه، لكن هناك من يشير إلى أنه أول من بناه، وله رحمه الله ضريح في الجامع، وهو يعني في غرفة مجاورة للجامع. يعني هذا الجامع يعود تقريبا إلى ما يقرب من 300 سنة، يعني بني في العهد العثماني. يعني محمد الزيواني توفي سنة 1692 من الميلاد، يعني 1104 من الهجرة. فإذا على هذا التاريخ يقرب من 300 أو أقل بقليل، وهو من الجوامع الأثرية التاريخية التي كان لها مكانة وأهمية في هذه المدينة المباركة، مدينة الموصل، التي هي مدينة العلماء والأولياء والصالحين، وعرف أيضا بمنارته التي يعني سترونها إن شاء الله، هذه المنارة الأثرية القديمة التي يعني ذهب جزءها الأعلى. يعني بروايات يقال إن هناك عاصفة شديدة أو كذا. الجامع كان مدرسة، لأنه كانت المدارس في العهد العثماني، المدارس كانت ملحقة بالجوامع، فكان هذا الجامع يعني فيه مدرسة لها دور كبير، ودرس فيه علماء فيها، يعني في المسجد أو في الجامع درس فيه علماء كبار معروفون في هذه المدينة. يذكر منهم العلامة محمد أمين العمري رحمه الله، وهو معروف في الموصل رحمة الله عليه، وآل العمري أيضا هم عائلة معروفة في الموصل، يعني أسرة علمية مباركة. ويذكر أيضا أن ممن درس فيه جرجيس الأربلي، ولا أدري لعله جرجيس الأربيلي الرشادي الذي استقدمه سليمان باشا ليدرس في جامع الباشا، يعني بعد أن مرت الموصل بطاعون ووباء أتى على العلماء جميعهم، فانقطع إسناد العلوم في هذه المدينة، فاستقدم جرجيس الأربيلي، إذا هو هذا الرشادي، حتى أنه الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب أشار إلى هذه المسألة، يقول ولاذت الموصل لوذ الصادي حتى دعت جرجيسا الرشادي، من بعد ما أمسى جناها قفرة من العلوم ويداها صفرة. فجاء جرجيس الأربيلي الرشادي ودرس في جامع الباشا، ولعله أيضا درس هنا، وممن أجازهم أيضا يوسف العمري، يوسف الرمضاني، وهو أيضا درس في هذا الجامع، وممن درس فيه أيضا العلامة داود الوطحة، ومن علماء
القراءات المعروفين في الموصل العلامة عبد العزيز الخزرجي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 49 وتسعمائة وألف من الميلاد، وهذا كان من طبقة العلامة محمد صالح الجوادي أو قبله بقليل. الجامع كما ذكرنا كان مدرسة، وكانت فيه مكتبة عامرة، يعني لأنه كما ذكرنا المدارس كانت ملحقة فيه بالجوامع، فكانت فيه مكتبة زاخرة بالكتب والمخطوطات العلمية. وهذه المكتبة كما هي مكتبات مساجد وجوامع الموصل كلها ألحقت بمكتبة الأوقاف المركزية، وهناك خزانة خاصة، يعني هناك خزانة خاصة يقال لها خزانة الزيواني أو خزانة جامع الزيواني. هذه الخزانة خاصة بالكتب والمخطوطات التي حولت من جامع الزيواني إلى مكتبة الأوقاف، كما أن هناك خزانة جامع النبي شيت، هناك خزانة جامع كذا وجامع كذا، فالزيواني أيضا له خزانة خاصة. وهذه المنارة التي ذكرناها خلفنا، هذه المنارة كما يعني أنا قد صعدت إليها أكثر من مرة، هذه المنارة أيضا من داخلها يعني درج مدور هكذا إلى آخرها، كانت يعني المنارة كاملة، جاء ريح شديد كما يقولون ريح شديدة فاقتلع الجزء الأعلى، ثم بعد ذلك في عمليات التحرير هذه أيضا تأثرت. هذه الغرفة التي كان يدرسني فيها الحاج عبد الله الجرجيس، وكانت هي غرفة القيم والمؤذن، وهي غرفة الوالد رحمة الله عليه، وهذه الغرفة التي بجنبها غرفة ضريح الشيخ محمد الزيواني رحمة الله عليه. والآن هي يعني هذا المكان الذي نقف عليه، طبعا هذا خارج الجامع، يعني هذه ملاحظة، علماء الموصل سابقا كانوا يعني حينما يدفنون لا يدفنون في المسجد، يعني هناك هذه أيضا مقبرة كانت لآل الجليلي، يعني كان لهم أيضا علاقة في الجامع، وهناك ضريح الشيخ الزيواني رحمة الله عليه. حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الزيواني من الجوامع الأثرية والتاريخية في مدينة الموصل، ينسب هذا الجامع أو يسمى هذا الجامع باسم الشيخ محمد الزيواني المتوفى سنة 1692 ميلادية، والذي يعود نسبه إلى قبيلة الموالي من الأسر العباسية الهاشمية. ذكر العمري في منهله منهل الأولياء، وكذلك المؤرخ سعيد الديوتي عن تاريخ هذا الجامع
بأنه كان مسجدا صغيرا ذو فناء كبير، وبجواره مرقد الشيخ الزيواني. في سنة 1772 استوهب هذا المسجد مع المرقد سليمان باشا الجليلي وأخوه محمد باشا الجليلي، وكذلك والدتهما حليمة خاتون وشقيقتهم حمراء خاتون، وتم إزالة المسجد مع قبة الضريح الزيواني، وتم بناء الجامع على هذه الحلة وبهذا الحجم. وكان قد خصص مرقد الزيواني ما بين مصلى الجامع ومنارة الجامع، وضع مرقد الزيواني، مرقد الشيخ محمد الزيواني. ألحق بهذا الجامع كثير من العقارات والدور، وأصبح هناك وقفية لهذا الجامع. أنشئ في هذا الجامع مدرسة سميت بالمدرسة المحمدية تارة، وتارة أخرى سميت بالمدرسة الزيوانية تيمنا بالشيخ محمد الزيواني. تهتم هذه المدرسة أو يدرس في هذه المدرسة العلوم النقلية والعقلية وكثير من العلوم والآداب الأخرى. وضع فيها كثير من الكتب النفيسة والتاريخية المهمة. كذلك أنشئ في الجامع دارين، دارا للحديث ودارا للقرآن، وكان الشيخ يحيى المزوري هو من تخصص في الحديث، أما من تخصص في دار القرآن فهو الشيخ الضرير عبد العزيز الخزرجي، فهو كان على دار القرآن في هذا الجامع. لهذا الجامع مكانة بين أهالي المنطقة منذ وجوده في السبعينيات العصر الماضي وإلى عصرنا هذا. دفن في هذا الجامع بعد الشيخ الزيواني الجليليين، والذين أنشأوا وأقاموا هذا الجامع وهم كما ذكرناهم سالفا سليمان باشا الجليلي ووالدته حليمة خاتون وشقيقته حمراء خاتون، وكذلك شقيقه محمد باشا الجليلي. ومثلما حدثنا الشيخ قصي، فترة إزالة القبور الجليلية من الجامع لغرض إعادة بناء المدرسة القديمة، المدرسة المحمدية والمدرسة الزيوانية إلى سابق عهدها، ولكن بسبب الظروف التي مرت بها مدينة الموصل توقف هذا المشروع. وكان لجامع الزيواني وأهل منطقة باب البيض الدور الكبير في التصدي للعصابات السرقة والتسليب التي حصلت في 2003، كان لهم دور في إيقاف هذا العمل التخريبي في المدينة، وكان جامع الزيواني مستودع أمين لهذه المسروقات، وتم توزيعها على المستشفيات والقسم المتبقي منها إلى سلم إلى دائرة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين.
تم فتح مكتبة في مديرية أوقاف نينوى باسم جامع الزيواني، تسمى خزانة جامع الزيواني، فيها الكتب والمخطوطات النفيسة التي كانت في الجامع آبان الفترة الماضية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جامع الزواني من الجوامع القديمة في مدينة الموصل، وهذا الجامع له أهمية في مدينة الموصل. طبعاً جامع كبير يقع في منطقة باب البيض وسط الموصل. طبعاً كثير من المؤرخين وكثير من الأدباء كتبوا على هذا الجامع لقدسيته في مدينة الموصل. هذا الجامع له باع بعد الاحتلال بعد 2003. طبعاً بعد 2003 تم تعيين الشيخ الشهيد لؤي سعد الدين عثمان خطيباً لهذا الجامع، والإمام الشيخ إسماعيل الهلالي. طبعاً هذا الجامع تم تشكيل لجان فيه، وله من المشاريع الكثيرة مثل مشروع كفالة اليتيم، ومشروع الأضاحي الجماعية، ومشروع تزويج الشباب، ومشروع دعم الفقراء والأيتام والأرامل والعوائل المتعففة، وشكلت لجان كثيرة في هذا الجامع لدعم الفقراء ودعم الأيتام والأرامل، وحتى في أعمال تطوعية خيرية من قبل شباب المنطقة. وبعد استشهاد الشيخ لؤي سعد الدين عثمان في سنة 2008 تم تعييني أنا الشيخ قصي سعد الدين عثمان كخطيب في هذا الجامع، وكنت أدرس في هذا الجامع المبارك القرآن الكريم والفقه الشافعي، وكنت أدرس القراءات في هذا الجامع المبارك. لولا أهل المنطقة جزاهم الله عنا خير الجزاء لهذا الجامع كان من الجوامع المهملة، ولكن أهل المنطقة لهم فضل في هذا الجامع. صلتي بهذا الجامع وأنا العبد الفقير الأستاذ الدكتور عبد الستار فاضل، صلتي بهذا الجامع يعني منذ مطلع السبعينات، وكان له أثر كبير في مسيرتي العلمية. يعني بداية دراستي على العلماء والمشايخ انطلقت من هذا الجامع المبارك، وذلك بالدورات الدينية
التي كانت تقام في هذا الجامع، الدورات الصيفية التي كان يلتحق بها أبناء هذه المنطقة المباركة، منطقة باب البيض، لأنه جامع الزواني هو في محلة باب البيض التي هي في الجانب المحلة التي في الجانب الأيمن من الموصل، والتي تسمى الآن بالموصل القديمة. فجامع الزواني في محلة باب البيض، فكانت تقام الدورات الدينية، وكنت ألتحق بهذه الدورات مع مجموعة من أبناء هذه المنطقة. وكان أيضا يعني ممن درست عليهم في هذا الجامع الحاج عبد الله الجرجيس رحمة الله عليه، وهو أيضا يعني معروف في باب البيض، عبد الله بن عبد الواحد، يعني بيت عبد الواحد معروفون في باب البيض. عبد الله الجرجيس كان يدرس في مسجد عبد الرحمن السمان الذي هو مجاور هذا الجامع. كان لهذا الجامع كما كانت الجوامع سابقا، كان لها مجالس، يعني خاصة في رمضان هناك كرسي وعظ خاص في هذا الجامع، كان كل يوم في رمضان يلقي دروس الوعظ، وكانت له مقدمتان معروفتان، يعني في اليوم الأول كان يقول: نحمدك يا من تنزهت ذاته عن الأشباه والنظائر، وأشكرك شكرا أستزيد به من درر غرر الفوائد زواهر الجواهر، وأسألك يا رب يا الله غاية الدراية ودوام العناية في البداية والنهاية، إلى آخره. في اليوم الثاني كان بمقدمة أخرى: نحمدك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك علام الغيوب، بفضلك افتح لنا أبواب رحمتك وفرج عنا الكروب، يا حنان لا تضلنا فمن أضللته فما له من هاد، ويا منان ليس لنا إلا على جودك الوثوق والاعتماد. ودروس يعني لما يقرب من 40 دقيقة، يعني قريب من الساعة. وكان هناك في الجامع قارئ مبارك اسمه أحمد اليونس أبو علي رحمة الله عليه، كان يقرأ قبل الوعظ في الموصل، كان يقال له عشر، يقرأ 10 دقائق ثم يلقي الشيخ ذنون حامد العلوش الوعظ، ثم بعد الانتهاء أيضا يقرأ عشرا، وأحيانا كنت أنا أقرأ العشر قبل الوعظ وبعد الوعظ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا thank you.